<applause> مهندس سليمان كذا كذا حابين نتعرف على هذه الشركه شركه فت اوت شنو هي بالضبط وعمرها اول شيء مساء الخير شكرا على استضافتكم حياك <applause> الله اوكي شركه موارد فت <applause> اوت أه. أه. شركتنا هي مورد ووكيل أه. لمجموعه كبيره من مواد التشطيبات الداخليه والخارجيه حلو <applause> ال... بماركات عالميه واوروبيه تحديدا اثناء تاسيسنا للشركه اعطينا مجهود كبير لاختيار احسن واجود الماركات الممكنه والبرودكتس الممكنه اللي نقدمها للسوق الكويتي اه جوده عاليه صحيح صحيح وعندنا مجموعه من الفئات الكبيره اللي نحن بنغطيها منها الفئه الخشبيه والمنتجات الخشبيه مم. ففي عندنا مثلا الباركي اندس باركي ولسترا ماركات ايطالي وامريكي الدكينج اللي هو التراسات الخارجيه الخشبيه كذلك بيع تركيب. رافيولي. ولا بيع وتركيب نعم حلو. كذلك الفينير اللي هي قشرة الخشب بفئة مختلفة اللي هي فئة الأصباغ نحن وكلاء وشركاء مع كالرتك واحدة من أهم الشركات العالمية كمان للأصباغ الداخلية والخارجية كذلك شركة لوتشا دي كارارا للرخام وهذه بفئة مختلفة كمان بفئة الرخام وبالتالي كانت الفكره انه نحن نغطي مجموعه كبيره من فئات التشطيب تحت سقف واحد بشركه واحده اللي هي موارد فتر. وتغطون احتياجات الكل يعني ورغبات الناس. صحيح بكواليتي عالي آه ويكون ون ستوب شوب مثل ما بيقولوا متجر واحد الناس بتدخل عليه بتلاقوا للمهتمين بالبروجكت اللي هي الـ نعم. الـ نعم. نعتقد انه من الامور اللي بتميزنا بموارد انه نحن آه لما درسنا السوق ولقينا انه في في موردين مختلفين بالسوق دائما كان عم يكون فيهم مشكله من مشكلتين الموردين اللي بمجالنا للتشطيبات يا اما عم يكونوا بعدم ما عندهم الخبره الكافيه بمجال التوريدات وبذلك عم يكون في مشاكل مع العملاء احيانا بالتوريدات للمواد التشطيبيه او احيانا بيكون في عندهم الخبره الكافيه ولكن بتكون اسعارهم غاليه نحن في عندنا خبره مقاولات وخبره هندسيه سابقه لانشاء موارد وهي الخبره اعتقد انه هي ساعدتنا مؤخرا بانه نحن نقدم التكنيكال باك جراوند او التغطيه عمر هاي؟ العمر خبرتنا بالمقاولات عم نحكي بحدود الخمسة عشر سنه انا وشركائي والقائمين مطلع. مطلع. على الشركه. جاوبت على اسئلتي كلها لسه فيك الموضوع نعم صحيح بالعكس بارك الله فيكم وشكرا لكم حلو يعني هذا يعني الجهد قاعد قدمونها. مهندس عبد الله اليوم اليوم بحكم هذه الخبره ما شاء الله اكثر من 50 مشروع في السنه 250 مشروع حتى هذه اللحظه بخمس سنوات تبارك الرحمن ايادي شبابيه كويتيه شل اللي لمستوه من يعني مو اخطاء لكن من احتياج خلينا نقول للمواطن اليوم او المقيم واليوم انتم قاعد تسكرونه وراح تقدمونه بشكل جديد في هذا المعرض. انا ودي اذكر اجاب على سؤالك بس احنا مجالات عمل الشركه احنا نشتغل في مجالين كبرافو هومز خلينا نقول ناخذ المشروع اي تو زد من البدايه الى النهايه، يعني اللي حاب يصمم بيته، تصميم الواجهه، ايضا التصميم الداخلي آه هذا كله في مجال التصميم وفي مجال البناء عندنا اللي حاب آه كبناء هيكل اسود او على المفتاح التصميم كم يأ... يوم ياخذ عندكم آه ما ياخذ <applause> وقت ان شاء الله وكله يعتمد على العميل نفسه العميل اذا كان يعني خلينا نقول سريع في اختياره وقنوع و نقول الريال وزوجته اي وصل افكاره وصلوا الافكار اي امورهم طيبه اتوقع بفتره قليله وفي ناس اتوقع يطولون الى اشهر بناء على رغباتهم ممتاز إيه. الاجابه على سؤالي الان في ختام هذا اللقاء شنو تقدمون في هذا المعرض بحيث ان العميل يعني يتوجه الى شركه برافو هومس شركه برافو هومز احنا للامانه ثاني مشاركه لنا في هذا المعرض العام قدمنا عروض وخصومات هالسنة قدمنا عروض وخصومات او راح نقدم عروض وخصومات في هذا المعرض ولكن بشكل مختلف تماما عن العام السابق ونخلي ان شاء الله مفاجاه لعملائنا ولكن أي اكد هو او نعم. العروض اللي موجوده لفتره المعرض فقط نعم. ما هي بعد المعرض لفتره المعرض ان شاء الله جميل. شكرا يعني. لك وايضا مهندس سليمان باختصار بشكل سريع ان شاء الله باكر تنتظرون الناس بالمعرض صحيح تقدموا لهم بشكل سريع صحيح نحن هي اول مشاركه لنا بمعرض الصناعات والبناء مهتمين بالمعرض بشكل كبير، أه، نحن دعينا مجموعه كبيره من أص... من ممثلين الشركات الكبيره اللي عندنا اياهم أه، لوتشا دي كرارا راح حاضرين من ايطاليا، أه، جي ميتريكس من بلجيكا راح حاضرين أه، من لبنان كالور المدير الاقليمي وخلي أه، باقي مفاجئ والباقي راح يكون مفاجئ ان شاء الله، صحيح. شكرا لك مهندس سليمان الخش المدير العام شركه موارد فت اوت والشكر موصول للمهندس عبد الله الموسوي رئيس مجلس الاداره شركه برافو هومس شكرا جزيلا حبيبي. لكم. أنتم مشاهدينا باكر إن شاء الله راح ينطلق هذا المعرض